توكل على الله ما خاب يا جماعة. الجولة الخامسة والأخيرة، بعدها راح نطلع فاصل قصير وبعدها نودع المغادر هذه الليلة في البزنس 28. باسم مازن اشتري ولا طيب مازن الشمري بيشتري السؤال، محمد بن ملحم، سلطان بن دوحس، رجاء خاص. نهدى شوي لو انت مكاني، يعني زميلكم عندها الان السؤال، فعطوا كامل فرصته. نشتري السؤال، يلا تدفع 300 نقطة بإذن الله مقابل شراء السؤال بقيمة 1000. اعطوني سؤال، اعطوني سؤال بعد مازن. مازن يا جماعة، كائن له 3 قلوب تضخ الدم الغني بالنحاس عبر عروقه، الصراصير، الاخطبوط، الحيتان، الديدان. الديدان إيه؟ نثبت على الله، على الله ثبتولي على الديدان يا جماعة. باقي معك 16 ثانية وانت شريت، دفعت 300 نقطة. كان الأولى حتى لو انك متأكد من إجابتك، لو انك متأكد تنتظر، ولكن يبدو انك متأكد للغاية. العز يوم لذلك وفرت 16 ثانية. وش تقول؟ أقول العز يوم يغامر الرجل دون، أما تجي ولا على الله. هنشوف جات ولا ما جات يا جماعة. هدى يا عيال، هدى ما لها دم الديدان، ما لها دم، ما هندر نخطب، ما لها دم خالص. فدا الجولة الخامسة والحاسمة، سؤال أنس المطيري، تشتري؟ لا. أعطوني سؤال أنس. من القائل والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم، المتنبي، الإمام البوصيري، حسان بن ثابت الفرزدق. اتصال أعطوني اتصال الأنس. دقيقة ثبتولي، دقيقة قبل لا تأخذ اتصال، أنت كم خذت خيار الوسائل المساعدة؟ اتصال صح؟ ايه. ما يتكرر الاتصال، ما يتكرر. عندك الهاشتاج واحد في جبتين، اختر هاشتاج ثبتولي على الهاشتاج، ثبتولي على الهاشتاج بشكل سريع. الاخوان في الكنترول الان مطلعين على جميع الكادر طالع عندهم، والشباب كلهم طالعين، يعني اتمنى يعني اي محاوله مساعده ثلاثه الامر، انت راح تساعد خويك على حساب مين؟ على حساب خويك. فنساعد بعض يا جماعه، نساعد بعض. طيب على بال ما يجاوبون الجمهور في هاشتاج البزنس 28 عن السؤال، هنا قوس تقول الله يستر على سعد ان شاء الله من اول الراجعين، ان شاء الله استاهل. جيد تقول الله يستر لا يلغون البرايم عشان يرضون المتسابقين بخطا الحصانه، والله والله اقسم بمن احل القسم ما فيه الغاء برايم، انه في واحد يودعنا اليوم. اكتشفت اوف خلمة. هنا جين تقول اكتشفت ان الثقافة عندهم ركيكة. هذا شو نسوي يعني؟ خاصة سؤالات عمي. الثقافة ما لها دخل. يعني باسم يقول يا جين خصصي ولا تعمي. يعني اذكر اسم اللي شفته. يعني قولي محمد بن ملحم، قولي سلطان، بس لا تقولين باسم. لا لا مو كذا، لا لا لا، اللي عنده شيء بيتهم يذكر اسم الشخص. صح. يحط عموم، عموم كلنا مطاليق. وجهة نظر تحترم. والله انت ما شاء الله وجهه نظرك تحترم. طيب يلا قولي ثبت وثبت يا قلبي. يلا يا قلبي ثبت يا قلبي. ثبتنا على
ساره المطيري تقول اجابه الامام البصيري او البصيري. البصيري ثبت. ثبتوا لي على الامام البصيري. قصيدة البردة من أشهر القصائد يا جماعة، عطونا الإجابة. عطوني قيمة الصناديق الأرقام. اختر قيمة يا ناس. يا سلام. 12 12. ايه اكشفوا عن قيمة الصندوق. 200 نقطة. ألف مبروك. 100 نقطة. يا أنس جاهز يا باسم؟ جاهز. توكلنا على الله. أعطوني سؤال باسم على الشاشة. أين أقيمت نهائيات كأس العالم سنة 2010؟ روسيا، إيطاليا، القنترا، جنوب أفريقيا. 2010 2010 اتوقع ان جنوب افريقيا. بام 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 بام. جنوب افريقيا اتوقع. قولي ثبت توقعات ما تمشي. لا روسيا قريب، ايطاليا ما اذكر، انجلترا، جنوب افريقيا. ثبت. ثبتوا لي على جنوب افريقيا واعطوني اجابه باسم. برافو. 23. من اللي فاز فيها؟ والله ما اذكر، بس المهم اني متاكد انها جنوب. فازت فيها اسبانيا. اوه هدف انيستا. اوه والله ما اذكر. على كروي يا جماعه. كروي. من اقوى ثقافه كرويه انا ولا انت سلطان؟ من اقوى ثقافه كرويه انا ولا انت؟ بالتاكيد. بعدين تحب انيستا عشان من برشلونه، عارف المعلومه. طيب اعطوني صناديق. 23. كم يا باسل؟ 23. 23. اعطوني قيمه الصندوق. 23. ولف مبروك. 600 نقطة. حلو. محمد ابن ملحم جاهز؟ جاهز. توكلنا على الله. اعطوني سؤال محمد على الشاشة. خاف يبغى يشتري. من أكبر علماء الإسلام الذين كان لهم تأثيرا كبيرا في العلوم الرياضية والفلكية؟ الخوارزمي. ابن سينا، الخوارزمي، إسحاق نيوتن، عمر الخيام. خوارزمي. أثبت؟ نعم توكلنا على الله. ثبت على الخوارزمي وعطوني إجابة محمد. الخوارزميات. صح معروف علم الخوارزميات. طيب عطوني الصناديق على الشاشة. شكرا. اختر قيمة. عطنيك حلان. 27. كم؟ 27. 27. 200 200 نقطة. سلطان جاهز؟ بارك الله فيك. نطلع سؤال على الشاشة؟ نعم. توكلنا على الله. اعطوني سؤال سلطان. الهايكينج هي اختصار للاتحاد السعودي للشطرنج، للتسلق، للزراعة، للكاراتيه. هذه اسهل سؤال مرة. الله أنا الشطرنج. حط الشطرنج. شطرنج؟ شطرنج. نثبت؟ تدري أنا خلق على الشطرنج. نثبت؟ ثبتوا لي على الشطرنج. ما تلام أنتوا اليوم محظوظ 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 محظوظ. أكثر متسابق اليوم ضمن النمونيه. محظوظ اليوم في الأسئلة اللي تجيه سلطان بن دويحس. وسؤال أسهل من هذا ما أتوقع أنت تلقاه. حتى يعترف بعظمة لسانه. اعطونا الاجابه يا جماعه. سلق 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 سلق. هايكينج. فدا 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 ربع فدا دعوه بسيطه. السؤال احنا ما نبيك تطلعون. وش مرياتك يا سلق؟ عوض ابو سعد بسيطه كلها. ايوه بس النقطه تفرق معك يا سلطان. طيب اعطوني سؤال سعد بن فيصل وهو السؤال الختامي في الجوله الخامسه والاخيره. في أي دولة توجد بحيرة فولتا؟ النيجر، تشاد، أوغندا، اليابان.
أوغندا. أوغندا؟ قول يثبت يثبت. ثبت. ليش قلت أوغندا؟ بالنسبة اللي يقول أنت ما عندك. وش تتوقع أنت محمد؟ سام. وش تتوقع أنت؟ أتوقع أنها نيجيريا. النيجر. الإجابة الأولى. تتوقع النيجر؟ حاول ما تتوقع مرة ثانية. أعطوني الإجابة يا جماعة. طيب أعطونا الصناديق على الشاشة. إنه توتر حنا ولا أنت يا أبو هيث؟ اختر قيمة للصندوق. عطنا 17. 17؟ اكتبوا عنك ألف. مبروك لكم جميعا محمد بن ملحم سلطان سعد كذلك مازن وأنس وباسم ما حصلتوا من النقاط الآن كل عمل السبب بقى الدور الآن على الإعداد في رصد الدرجات فاصل قصير مشاهدي الكرام وبعدها راح نعرف المغادر في البزنس 28 خلوكم بعيد ولا تغيرون على الشاشة.